عليكم متابعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي. كديرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة. الله يحفظكم، الله يضمنكم، الله ييسر أموركم جميعا بدون استثناء. وكنشكر الناس اللي تزادوا عندنا، مازال جداد والقدام راه ما ولاد الدار راه باينين. ومرحبا بالجميع. واليوم العبدي راه ما كاين غير الجديد وجوج المناسبات، راه هما المناسبات عندنا هنا في عبده. الناس داكشي اللي كطيب، يعني ماشي بحال المدينه، يعني كاين تنوع. الناس البوادر راه معروفين، الاكل اللي عند هذا عند هذا كيتبدلوا علينا غير الاماكن. والمهم حنا قلنا نشاركوا معكم الاجواء كيف ما كانت. نخرجوكم من، انا القصد ديالي هو انني نخرجكم من ديك القنته ديال الدار وديال الحياه. والجاليه مساكن تما الله يكون في عونهم، كاين اللي 3 سنين، كاين اللي 4 سنين ما جاش. كنشكر الناس اللي اتصلوا بيا هاد الشيان، اللي سولوا على الحاله الصحيه ديالتي، واللي كيسولوني على حالي وعلى عائلتي. الله يحفظكم، الله ييسر اموركم، والله يحفظكم كاملين. هادشي اللي كنتمنى لكم. المهم كي قلت لكم انا كنبغي نشارك معكم الاجواء، وراه عندي بعد اخوات كيقول لي الوصفات ديال الدار، عندي العديد ديال الوصفات ديال الدار الا رجعتوا للفيديوهات السابقه، سيرتوا الوصفات ديال شهر رمضان. راه يوميا تقريبا كانت عندي فيديو فيه جوج الوصفات، فيه نوع من الشرب وطاجين اللي غينفعكم في حياتكم اليوميه. وبعد الاخوات كيقول لي مثلا جوج ديور ثلاثه، راه عندي في القناه، راه من الاوائل من اللي فتحت القناه راه عندي دوك الفيديوهات ديال جوج الوصفات ديال نقولوا حنا جوج ديور ثلاثه ديور. والله الا عندي البلدي، الدجاج البلدي، عندي الرومي، عندي سميتو، عندي المروزيه، كسكسو، باداز، العداس، الرفيسه، سرده، العديد 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 من الوصفات. وبالنسبه لهذا الشيء انه كيكون تكرار ديال المناسبات، راه هذوما المناسبات. حنا غير كنبغوا نخرجوكم كي قلت لكم تعيشوا معنا الاجواء كانكم حاضرين معنا، هذا هو اللي كاين. والعبدي هانتوما راه شاد الطريق كيف ما كتشاهدوا. والقهوة راه دائما حاضرة، ولو ان الاطباء مانعيني منها، ولكن ما شرح نقول لكم ما كنستغناش عليها، والله العظيم ما كنقدر نستغنى عليها. ضروري ملي كنمشي للخدمه كندي معايا كاس ديال القهوه، وصافي راكم كنبقى شاد بالطريق. المهم مرحبا بالجميع، ان شاء الله حتى نوصلوا. حنا دابا غادي ان شاء الله، كي قلت لكم هذه الطريق، لا تسرع يا ابي، نحن في انتظارك ان شاء الله. الا بغى الله حفظنا سيد ربي غنرجعوا عند وليداتنا. غادي لدوار كريشية نواحي 3 بوكدرا، ياك محسوبين 3 بوكدرا، قيادة بوكدرا، نواحي 3 بوكدرا إن شاء الله. ومرحبا بكم معنا حتى نوصلوا في الطريق. حنا دابا متجهين كي قلت لكم لطريق 3 بوكدرا، هذه الطريق الرئيسية رقم 1 اللي جاية من طنجة للبويرة. هاد الطريق هي الرئيسية رقم 1. دايزا من عندنا هنا من منطقة اسفي غادا حتى الصويرة، غادا الاكادير، غادا الكلمين، يعني باب الصحراء، غادا طنطان، زادت المهم قلت لكم حتى الكويرة، حتى الحدود يعني المغربية ان شاء الله. وهادي طريقنا، ومرحبا بالجميع. بالنسبة لهادي قيادة شهدة، الشهادة هي ولات بالقيادة الحمد لله والشكر لله. هنا هذا علف الشهادة، مصنع ديال علف. خدام حتى لحد ان شاء الله خدام. وهي السنة الخدمة كتجيني عف مرة، بحال اليوم جاوني ثلاثة الخدمات، انا غادي لوحدة. نهار السبت جاوني جوج خدمات، انا عندي شاد وحده، اليوم جاتني ثاني وحده، لحد انا عندي وحده، وانا الاثنين والثلاث والاربعة والخميس كنت اجلس. الخدمه ملي كتجي في مره، سبحان الله العظيم كيف ما كتشاهدوا كتسمعوني كندوي مع واحد السيد صاحبي.
قلت لكم الخدمه كتجيني في مره واحده. انا السيمانه كامله تقريبا وانا جالس، والله الا السيمانه كامله جالس، يعني جالس لحد اثنين ثلاثة الاربعاء اليوم الخميس، حتى واحد ما دق علي الباب. اليوم جاوني ثلاثه الخدمات حيت انا غادي خدمه، ماشي مشكل الرزاق الله، كنضحك وصافي. ونهار السبت عيط لي واحد السيد صاحبي العطار نيت اللي كانت قدام عنده، تحيه لي من هذا المنبر وليكم. خدمه السبت وخدمه الحد، قلت له ودي انا خدام، يعني الحجه شاده، كيكون عندك رونديفوات بحال عندي اليوم، عندي زرده ديال الانتخابات، نجيكم من الاخر، عاش الملك، اللي بغى ينجح ينجح واللي بغى يسقط يسقط، المهم انا غنمشي نجيب على الفلوس، هذا هو الهدف من هذا الشيء كله. وسميتو نهار السبت عندي عقيقه، ونهار الحد عندي زرده ديال الانتخابات، اش ما يدير؟ ما كاين ما يدار، العراس ما كاينينش، اللهم نخدموا مع مالي الانتخابات. احنا علي عيط علينا نمشيو عندو، مرحبا بينا عندو، ومرحبا بخوتي المغاربه. الله يلا الصونيطه. هاو مصطفى. عروس مصطفى. اخويا. لا هاد السبت لا، وهاد السبت لا، والسبت الاخر عندي خدمه في ازمور. الحد الاخر انا نكون في ازمور، ما عندي العرس بالليل، السبت بالليل مصاب الحد، ما نصيبش نجي. يلا كيف ما كتسمعوا السيد بغاني السبت، عاود هاد السبت لا، والحد لا، الحد الاخر انا شاد في ازمور عند واحد متسبعه من السعوديه، تحيه للاخت حسناء من مدينه من ديار السعوديه من مدينه في ازمور، غنمشي نخدم لها ان شاء الله العرس ديال بنتها، الله يكمل عليها بخير والله يثبت الغرس. وتحيه لخوتنا المغاربه كاملين، هذا اليوتيوب راه شرف كبير عندي اقسم بالله العلي العظيم، الى عرفني على العديد ديال الناس والاخوان والاخوات من جميع بقاع العالم. كنشكر الناس اللي تكلموا معايا من مدينه سلا، تحيه لهم. كنشكر الناس يعني تكلموا معايا من مدينه الدار البيضاء، الناس اللي كيكتبوا لي كومونتيرات من طنجه للبويره، الناس ديال قنيطره، بعض الاخوات والاخوان من مدينه قنيطره، تحيه لهم ناس الغرب، والعديد من الاخوان والاخوات من خارج ارض وطن، من فرنسا، من بلجيكا، من الدنمارك، من كندا، من سويسرا، الحاجه من امريكا، هذيك من اوائل، تحيه لك من هذا المنبر، الله يشافيك ويشوف فيك، الله يحفظك ويخلي لك بنيتك ونياتها، يعني هذه السيده ما نعاودش لكم مسكينه. واحد جوج اخوات من مدينه الدار البيضاء كيعيشوا في فرنسا، الاخت امينه والاخت خديجه، تحيه لكم من هذا المنبر، الله يجازيكم بخير، والله يكثر خيركم والله يكبر بكم، حتى هما الناس الاوائل سبحان الله العظيم، الله يرقصها. وكنشكر خوتي المغاربه كاملين، الناس صحيين بكاله عبده رحامنا الشاويه احمر فين ما كنتم، صاب فين ما كنتم، مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. دابا حنا فتنا القنطره ديال الترام كيف ما كتشاهدوا، المهم حنا غاديين مجمعين مع بعضياتنا وصافي، باش ما يوقعش الملل. وهذا اللي كاين اليوم، راه ما غنوريكمش الطريقه ديال التطبيق، غنوريكم على الروتين والطريق كيفاش غادي ندوها وصافي، وغنجيبوا هذا الشيء اللي كاين. غير بنادم كي قلت لكم يفوج 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 يشوف غير شويه بعينيه. هادي ثلاث بوكدرا، حنا غندورو على هاد الطريق كتدي لدار القايد سي عيسى لحد حرارة، لاربعة الولاد، تحت الطلب ديال العديد من الأخوات اللي كيقولوا لي يا عزيز ورينا المناطق، سيرتو يعني الإخوان والأخوات اللي من منطقة عبدة، اللي عندهم الأصول من منطقة عبدة، قال لك لا ربما نطيحوا في شي دوار مثلا
الاسم ديالو من تابع للعائلة ديالته، المسقط العائلة ديالته، مسقط الرأس ديال العائلة ديالته، هذا هو اللي كاين. هنا السكة ديال التران اللي دايزل سميتو دايزل اسفي، اليوم ما بين اليوسفية اسفي. حنا قربنا دابا للدوار، هاد الدوار راه حنا ديجا خدامين فيه شحال من مرة، ماشي أول مرة. دوار كريشية خدامين اليوم عند السي محمد نسيب خريصة، الفنان القادر ديالنا، تحية ليه توا من هاد المنبر. تعرفت عليه على الطريق ديال نسيبو عند خريصة. حنا دابا دخلنا إن شاء الله للدوار كيف ما كتشاهدوا، راه ديجا لحقت لكم واحد الفيديو ديال واحد العرس ديال بنيه ياك الشريف اللي كنا عند هذيك المره، بنت عمو. لحقت فيديو، حطيت فيديو في القناه ديال العرس، وحنا رجعنا كي قلت لكم الا كان الوجه نقي الحمد لله كتدير بلاصتك وكترجع عند الناس، والناس كيبقاو يسولوا فيك، والا كانت الامانه والاخلاص والصدق والاحترام في العمل راه ما عمرك تخاف، هادو هما المهمين. حنا وصلنا كيف ما كتشاهدوا، الخزانه راه ما سايبينو فيها الدراري. هذاش من حزب تاهم اخويا تاعي بارك تراكتور، وقت ونيت غنحرطو به البلاد. حنا وصلنا دابا للدار، حنا دخلنا كيف ما كتشاهدوا، هذا هو مكان العمل. دابا دخلنا ان شاء الله ركبت الفرن واس باش غادي نبريبارو المسائل ديالنا، وراكم عارفين القضيه حتى الاخر. هنا كيف ما كتشاهدوا الصاك ديالي، هذا الدواء ديال النفران. ان شاء الله باش غادي دابا نبدل الحوايج ديالي، حوايج العمل هما هادو، ها هما. وبالطبيعه التزاره، كنجيب معايا الكاسكيطه ديالتي لا لونش على حساب باش نخدم بالماكن، وعندي كابلي كبير كنجيب معايا هاد الكابلي وفيه 40 متر باش حتى الا كان الضوء بعيد مني مثلا من مقر العمل كنخدم به، يعني كنقرب على حساب الالات. هنا الجيكس راه ديما حاضر عندي على حساب الحكام ديال الطنازر دائما يكونوا نقيين. وهذه هي الاجواء ديالنا بالنسبه للتحضيرات، ها هو الزيتون الحامض، هنا القناصي هادو مغسولين، الربيع الحامض خضر، وتابعونا ان شاء الله. هنا هنا العطريه، هنا العطريه كيف ما كتشاهدوا، السنيده، زيت الزيتون، كاوكاو والعنب كيف ما كتشاهدوا. هنا العطريه بسبيسة ثومه، العطريه كامله هذه القرفه، سكنجبير، الخرقوم، الابزار، السكر كلاصي، شنو هذي، الكبابه والضامه ديال الزعفران. تابعونا ان شاء الله حتى الاخر. انا بالنسبه لهذه الكبابه كيف ما كتشاهدوا، اليوم ان شاء الله غادي نطيبوا الدجاج بالكبابه والسميتو والبسيبيسه. السيبيسه راكم عرفتوا هي زهره جوز الطيب، الكبابه راه هي هذه. وتبعونا ان شاء الله نسين نجمع في الاقامه. المهم كي قلت لكم حنا غنوريكم غير الروتين ديالنا ديال اليوم فقط، يعني الطريقه راه عندكم في القناه العديد منها باش ما يوقعش الملل، ومرحبا بكم كاملين. بالنسبه للدجاج كيف ما كتشاهدوا، وهذا هو الدجاج مغسول مسقطر في الشبك. الحامض كيف ما كتشاهدوا هو هذا الحامض، احنا حيدنا ليه العلفه. بالنسبه للحامض مرقد كنحيد منه هذا الباب الدخلاني كيف ما كتشاهدوا، كنحطو هنايا وكندير عليه الماء نغسلو مزيان عاد نطحنو.
هنا صافي كيف ما كتشاهدوا جمعنا العطريه كامله، السبيسه، الكبابه، سكين جبيل، الخرقوم بلديل، الابزار، السمن، الضمط ديال الزعفران، القزبر، معدنوس، الثومه. صافي هادشي اللي كاين، ما غنديرش هريسه ابدا اليوم. الدجاج ان شاء الله دابا باش غادي نيسروه نبداو نشرملو فيه كيف ما كتشاهدوا، ومرحبا بكم معنا حتى نكملوا. الدجاج حنا كملناه في التشرميل كيف ما كتشاهدوا، كيف العاده 50 طير. انا عندكم المقادير ديال 50 طير انتوما. وهنا الفطور ديالنا كيف ما كتشاهدوا، خبز بلدي ديال الدار سخون ديال نقولوا ديال الخباز، وغريبه ديال ديك الطومبو ديال كنقولوا حنا ديال البطاطا، طومبو ديال البطاطا كنا نديروها بطاطا، دابا راه ولاو المراشم عادات. ومرحبا بكم كاملين. البصله كيف ما كتشاهدوا، انا صافي قطعناها تفايه بعد ما نقيناها. الزيتون سلقته وعاود صفيته، هنا غنعاود نسلقو حتى تحيد منه الملح. بالنسبه للدجاج انتما كيف ما كتشاهدوا كيتخرج مزيان. ايوا اليوم العبدي باكم راه جاب لكم سر من الاسرار ديال الزيتون المسلاله كيفاش غادي ندير ليه. بالنسبه للزيتون المسلاله كيبغي الزيتون اللي مرقد بلدي ديال الدار، ماشي هذا اللي مجعوب. بالنسبه لهذا الزيتون انايا حيدت منه الملح، ودابا غادي نصاوبو على الطريقه ديال الزيتون المسلاله كيف ما كتشاهدوا. بالنسبه للعطريه او المكونات وهي كالتالي، عندي قبطه ديال القزبر وقبطه ديال المعدنوس مطحونين بهذا الشكل مرحيين مزيان، طحنتهم بالحادقه ولا المهم بالماكينه اللي بغيتو. عندي عاشق ديال الاكل او ملعقه اكل ديال الكركم او الخرقوم بلدي، هنا نص عاشق ديال المهم تقريبا نقول لك 4 عاشق ديال الابزار، ربع عاشق ديال الابزار، هنا عاشق ديال الهريسه، عاشق ديال السكنجبير، عاشق ديال الكمون، وراس ديال الثومه كيف ما كتشاهدوا، راس ديال الثومه، واحد الكاس ديال قياس العنب تقريبا او ديال اتاي الشاي، زيت الزيتون. هنا عندي واحد الحامض اللب ديالو غسلته مزيان في الماء وصفيته بالشبكه وخليته باش غادي نحتاج ليه، لان هذه الاكله ما فيهاش الملح. الزيتون كي قلت لكم حيدت منه الملح، جامي ما بقاتش فيه الملح ابدا. هنا بسم الله عندنا واحد تقريبا جوج كيسان ديال الماء، هذا قياس هذا فيها رويبعه 33 سنتيلتر، 33 سنتيلتر اللي في هذه القرعه تقريبا بما يعادل جوج كيسان ديال الماء في هذا هاد الكاس. هنا بسم الله غادي نضيف هاد الكاس ديال الزيت، وغادي نضيف هاد المكونات اللي كتشوفوا، الحامض. بالنسبه للثومه انا غادي نطحنها ونرجع معكم. كيف ما كتشاهدوا دابا بعد ما طحنت الثومه هي ضفت هذاك الماء، نخلط هذه المكونات كامله. علاش كندير هذاك تقريبا جوج كيسان ديال الماء او ثلاثه باش ديك الزويته ما تحرقش مع ديك العطريه. هنا باش غادي تشحر لقامه كامله ان شاء الله، وغادي نحطها فوق العافيه كتبقى تشرب حتى كتشرب ديك الماء، وكتبقى غير ديك الزويته ديك القطيره هي اللي كتبقى، كيطلع واحد الريحه ما نعاودش لكم. هذه هي الطريقه ديال الزيتون المسلاله، ولا بغيتو ديروا فيه واحد شويه ديال البابريكا او التحميره ما تكثروش، ما فيها باس، هي كتعطي واحد الطعم لذيذ. ولكن المهم هذه هي الطريقه، وتبعوها ان شاء الله معايا، ونتمناكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. السفره كيف ما كتشاهدوا حنا صوبناها ان شاء الله، بسم الله. عندي تقريبا خنشونز ديال الصفه على حساب 50 طير ديال الدجاج. هنا كاوكاو سلقته طلعت فيه الغليه، انا راه كنقليه بالجلوف ديالو وكنطحنو، ما كيبقاوش يبانو الجلوف عندي،
بالنسبه للصفه، لان ما جابوش لي، انا طلبت منهم انهم يجيبوا لي هذاك المفسخ، ولكن انا لضيق الوقت راه دائما كنقول لكم كنطحنوا بالجلوف ديال، يعني كنقليه بالجلوف ديالو وكنطحنوا، راه ما كيبقاوش يبانوا الجلوف ديالو، ما تخافوش منه. دابا ان شاء الله الزيتون باش غادي نشعل عليه. دابا درنا 10 كيلو هنايا، ها هي 10 كيلو ديال الصفه، وغنزيدوا النص ديال هذه، يعني بحال غنخدموا ب 15 كيلو، 15 كيلو بسم الله بسم الله يا بارك الله الوالدين، يا ربي تيسر ما تعسر، يا ربي ما تحشمناش، يا ربي ما تحشمناش، يا ربي يا ربي تخرجنا معاهم في الظل. صافي غير كتدهن مزيان بحال هكايا، وراه دائما كنخوي عليها المطيب. بعض الاخوات اللي دخلوا عندي جداد راه عندي الفيديوهات القدام الطريقه ديالتها كيفاش كنخدمها. هنا باش نعطيكم العبار ديال الزيتون اللي عندي، عندي قياس ديال 3 كيلو، 3 كيلو ديال الزيتون اللي عندي اليوم، وتبعونا ان شاء الله. السفه كتفور، الدغميره كتجمع، كاوكاو كيتقلى، الدجاج كيتحمر، الماء اللي تغسلو يعني اللي تغسلوها ما تسدفو كيف ما كتشاهدوا، او ما كانت العمل هو هذا. المخيم ديما اخوكم عبدي في الدواور، ومرحبا والف مرحبا بالجميع. دابا كيف ما كتشاهدوا عندنا كي قالوا تحيه للكريشيه، المهم تحيه للمغاربه كاملين بصفه عامه. عندي 14 طابله ديال العيالات، 140 تقريبا مره مجموعه مزروده، الصحه والراحه ومرحبا بكم وبهم. الصفه كيف ما كتشاهدوا من الكسكاس كنحطوه هنا في هذه الطنجره، دابا غنبداو نحطو ان شاء الله في الطباسل. قلت لكم جوج فورات الصفه ديال جوج فورات فقط، ما كنعاودهاش حتى كنبغي ان يعني نسر بها في الطبسيل. ها انتم كيف ما كتشاهدوا صافي كنبدا نخدم من يعني من الكسكاس للطبسيل. يا بسم الله كنضرب واحد جوج تساكس كي كنقول لكم باش يعني باش نربح الوقت ما يغلبوش عليا، غير كنطلع فيهم غير ديك السخونيه صافي وكنبدا. ها انتم كيف ما كتشاهدوا نحطهم في الطبسيل الخدام. الصفه هي عندي موجوده، السخون ديال التسخان ديال الصفه هو هذا، هذه هي الطريقه. ها انتم كيف ما كتشاهدوا هذه فايره فوره، كنعاود نهز هنا الفوره الثانيه، هي هذه الفوره الثانيه، هنا التفصيل، هذه هي الطريقه ديالتي. هذا هو الشكل النهائي ديال الصفه ديالنا، ونتمنى الطبق اليوم ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله في القناه.